بقى موضوع الغضنفر ده الاول قبل ما انسى. الغضنفر دي يعني اسد. دي كان في ماتش الاهلي، وكان كابتن مدحت شلبي اللي بيعلق على الماتش وكده. فلما جبت جون في الدقيقه الاولى فقال لك الغضنفر يا اسد بقى طلعب. يعني مدحت شلبي هو اللي اقصى طريق هذا اللقب يعني. وزادت بقى في ماتش الافريقي لما دافعت عن الافريقي التونسي، لما حصل المشكله بتاع الجمهور نزل الملعب بقى، لما دافعت عن اللعيبه بتاعت الافريقي التونسي لما الجمهور نزل بتاع الزمالك وكده. فانا كنت حامل لعيبه يعني، وخرجت بيهم يعني على قد ما قدرت. الغضنفر بس كلت ضربه محترمه. لا والله اكتر ضربه اتضربته في حياتي. معلش برضه تتسحب. بس اولادنا برضه جمهور زي اولادنا فمش مشكله. مره كنا في رومانيا تقريبا او في يوغوسلافيا، فمين بقى اكبر واحد فينا؟ جته بشير ولا مين؟ لا بلبل نبيل محمود رامبو. رامبو طبعا، اسمه رامبو بقى طبعا. المهم ايه، بنلعب ماتش ودي، فقامت خناقه. خش يا رامبو بقى. لقينا اول واحد دخل قلت لبس رامبو. والله العظيم يا جعفر نبعوني كلهم وغيري. قلت له رامبو يعني انت ما تخش اوضه اللبس؟ امال احنا مين اللي هيضرب؟ اللي شفته في المعركه بتاعت الجمهور دي بقى، ما شاء الله الجمهور ده كان قافل استاد القاهره فوق فوق ال 30 40 الف متفرج كلهم في قلب الملعب. اللي شفته في المعركه ابراهيم صلاح وكابتن حسام وكابتن ابراهيم. كابتن حسام اغمى عليه، كابتن حسام اغمى عليه. فانا ما بقتش اشيل بقى كابتن حسام ولا اشيل بتوع تونس. لا والله العظيم. منورنا جعفر والله. حبيبي يا كابتن، حبيبي. اخبارك ايه؟ كله كويس الحمد لله. انت هداف دايموند دلوقتي ولا ايه؟ انت الهداف. لسه جاي من التمرين من شويه. من خلصنا حوالي الساعه 5:30 كده. وبعدين رحت الحاجه بقى، خدت البركه وجيت. خدت البركه وجيت على هنا. خلي بالك من الحاجه دي، الحاجه دي البركه. طبعا. خير البركه بتاع الحياه كلها عامه. اخبار دايموند ايه الاول؟ والله زي الفل اهوت. تجربه جديده يعني، يعني انت ما شاء الله مش عايز تبطل يعني، او مش عايز تعتزل او تعلن اعتزالك. والله مش شايف ان انت قادر تدي كمان هو حتى الحمد لو في نادي ده. الحمد لله دي نقطه. انتوا صعدتوا السنه دي باين. صعدنا دي نقطه، وبقيه النقاط ان انت بتتدرج في الموضوع ده كناحيه اداريه، كناحيه الناس بتشارك في كل حاجه، الجهاز الفني اللي موجود الحمد لله يعني ناس محترمه جدا وبتاخد رايك في كل الكبيره والصغيره. الناحيه الاداريه برضو الدكتور مندوب صراحه يعني مديني صلاحيات الحمد لله بشكل كويس. فشفتها تجربه من ناحيتين يعني. يعني من ناحيه كلاعب كره الحمد لله موجود بصفه اساسيه، ومن الناحيه الثانيه برضو بقدر اشارك حتى لو برايي بس مش كبير، بس اهو بشارك فيه يعني. معاك حد معروف من حسن؟ لا ما احنا السنه دي ما شاء الله جبنا حسن مصطفى. حسن يوسف. حسن يوسف كان عندنا في الزمالك ده. جبنا ما شاء الله السنه دي لعيبه كبيره. قول لي بقى مين. كبيره جدا. جبنا عفروتو. عفروتو. واحمد شكري. شكري الاشول. طبعا. ده كان لعيب كبير. طبعا. جبنا مصطفى حجاب زمالك. المساك الاشول برضه. جبنا احمد عبد الرحمن غزل المحله دوري ممتاز. يعني معظم اللعيبه اللي موجوده ما شاء الله كلها، مش عايز انسى حد، كلها لعبت دوري ممتاز يعني. والله. يعني ممكن محمد اشرف الفيرود طلع الجيش. المصري. عارف محمد اشرف. مين تاني يعني مش عايز انسى حد، لان احنا ضياء كان بيلعب في سيراميكا. لا جبنا لعيبه كويسه جدا يعني الفرقه كويسه وماشيه كويس بشكل كويس جدا جدا، ويعني 70% منها لعب دوري ممتاز. الحمد لله والامور مستقره، فده اللي مدينا اريحيه شويه. من الاداره مدينا اريحيه شويه ان احنا جبنا اختيارات كويسه وجبنا لعيبه كويسه جدا. منها هنقول يا كابتن كناحيه تسويقيه للنادي، تسويق بشكل كبير جدا. ومنها برضو ان لعيبه ما شاء الله في الملعب اسماء تخض يعني. والحمد لله يعني ماشيين بشكل كويس. ترتيبكم كام؟ احنا الثاني. الثاني مقرر تقريبا يعني. مين الاول؟ الاول بشتيل. واورنج واحنا يعني اورنج 7 واحنا 7. طب كويس يعني. وبشيل كام، 10 ولا كام ولا 9 ولا ايه؟ 10 يعني. ماتش واحد يعني. ماتش تمام. بالتوفيق يا جعفر ان شاء الله حبيبي يا كابتن.